بسم الله. ان شاء الله هنبدا مع بعض. كيو كات ده برنامج برامج الكات، يعني بيرسم خطوط، بيرسم لاين، بيرسم المبنى، بيرسم، عايز ترسم صمم هدوم، عايز تعمل اي حاجه هو مش هيقول لك لا. البرنامج ده ميزته ان هو فري واوبن سورس، يعني تقدر تحصل على شفت الكود بتاعته وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، مش مستلزم ان انت تشتري ترخيص ولا حاجه خالص. تقدر تنزل البرنامج من على النت وتسطبه على كل الأجهزة اللي عندك. لما بشوف واجهة البرنامج بلاقيها سهلة وبسيطة. دي مساحة العمل، دي المسافة بتاعتي، دي هنا الفايل، حاجات خاصة بفتح الملفات وغلقها، وإن أنا أعمل إمبورت وإكسبورت، إن أنا أصدر للبي دي إف، إن أنا أطبع أوامر التحرير كوبي وكات وبيست، الفيو لو انا عايز اعمل زوم، لو انا عايز اشوف خصائص حاجة، اللاير ليست لو انا عايز اخش في التحديد، عايز اعمل سيلكت، الغي سيلكت، عكس سيلكت، درو لو انا عايز ارسم بوينت لاين ارك سيركل، نفس الامر اللي هي موجودة هنا تقريبا. الدايمنشن لو عايز ترسم دايمنشن مايل او ترسم دايمنشن لزاوية او لدايرة، أوامر التعديل موديفاي زي تريم زي الستريتش، السناب تقدر تشغل أي حاجة من السناب ديت، تمام. وهتلاقي البرنامج في حاجات مشتركة بينه وبين الأوتوكاد وفي حاجات مختلفة. انفو لو عايز تاخد أي معلومة أنت عايزها، الليارات عايز تظهر اللير، تخفي اللير، تتحكم في الليارات، البلوكات، الويندوز، المسك كام، لو عايز تشتغل تستورد حاجة من كام أو تصدر لها حاجة. طيب تعالى نشوف نموذج للشغل. هنا مثلا لو أرسم بوينت، هنا لو أرسم لاين، سيركل. طيب لو اخترت لاين بديني اختيارات تانية، بيقول لي أنت عايز ترسم لاين عادي بالشكل دوت. بدأ دخلنا في قائمة تانية، أول ما اخترت اللاين قال لي عايز تعمل سناب للجريد، يعني طول ما أنا شغال هو عمال يعمل علاقة الجريد اللي هنا النقط ديت. طب انا مش عايز الجريد، انا عايز مثلا على اي نقطة في الخط كده، بيعمل تجاذب مع اي نقطة في الخط، تمام. طب انا عايز الاند بوينت، اجي هنا اقول له انا عايز الاند بوينت، لا لازم تعمل تجاذب مع الاند بوينت بس، تمام. فدي ادوات سهلة وبتسهل على الشغل. ممكن اقول له انا عايز ارسم لاين، انا عايز ارسم لاين ايه بقى، خلينا نرسم مثلا متوازي، حاجة موازية للخط اللي أنا شغال عليه. فبيقول لي عايز على مسافة كام؟ أقول له بس خليها 5. عايز كام خط؟ عايز مثلا 4 خطوط. وأجي هنا أروح أرسم لي ال4 خطوط بتوعهم، تمام. فالفكرة البرنامج سهل وبسيط، هو عايز حد بس يشتغل عليه شوية وهتلاقيه، يعني مفهوش أي مشاكل، مفهوش أي عقد ولا حاجة خالص، تمام. وان شاء الله تلاقيه اسهل من الاوتوكاد، ومثل ان هو بيسيف دي دبليو جي ودي اكس اف، يعني ممكن تكون خلاص حاجه على الاوتوكاد وتروح مكمل على الكيو كاد. ده مفيد طبعا للشركات الصغيره او حتى الكبيره اللي عايزه توفر ومش عايزه تشتري نسخه اوتوكاد بالمبلغ الفلاني، ممكن تعتمد على البرنامج دوت.